اذا خلينا بقى نروح نشوف الفيديوهات. طب اتفضل معايا يا دكتور. دكتور احمد اتفضل معايا حضرتك عشان نتكلم عن الفيديوهات، لان الفيديوهات مهمه جدا للشرح ولتوضيح اللي بيحصل. تمام. الشرح ولتوضيح اللي بيحصل. خلينا نحط الفيديو الاول في اللي عندنا النهارده لغايه ما يجي لنا الفيديو. طيب اول حاجه احنا هنتكلم على الثغرات. وقف يا استاذ سمير ثواني. هنتكلم على المشاكل الدفاعيه. بص حضرتك على الاحمر، الدحيل هو الاحمر. هو الاحمر. بص حضرتك على عمق الملعب، عمق الدفاع. بص التمركز، هتلاقي كل اي عرضيه بيبصوا للي بيرفع وسايبين الايه المان بتاعهم. عندهم مشكله كبيره جدا واضحه. بص ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته. ايوه سته واقفين، وده واقف في العمق. يعني رجعها كده من الاول. رجعها من الاول وبص على عمق الدفاع اهو. بص ادي العرضيه كلهم باصين على اللي بيرفع وسايبين الراجل ده اللي داخل في عمق الدفاع اهو، داخل في عمق الدفاع وبيسجل. نكمل في الاعاده برضو هتبان اكتر. لما نكمل بص هتلاقيه هو واقف في عمق الدفاع وبص كلهم واقفين، رغم ان هم اسماء، مهدي بن عطيه، احمد ياسر المحمدي، باسم الراوي. أيوة. مساكين اسماء، ولكن حته التركيز عندهم في الرقابه. بس الراوي برضو من المدافعين الكويسين طبعا، اللي من الممكن ان يكون لهم حته عمق الدفاع ديت. لازم المهاجم عندنا يستغلها، لازم ان انت تروح المساحه اللي ما بين المساكين، الاثنين المساكين لازم اقطع في وسطهم. لا واضحه كده يا دكتور. واضحه. وكذلك محمد مجدي قفشه لو هيلعب في الحته دي، لو هيقطع من ورا المهاجم لازم يقطع ويجيب نجيب. بص هنا كمان لو رجعت ثانيه، ارجع سنه سمير من الاول ارجع ورا شويه. لو من الاول هتلاقي هنا ادي واحد اثنين ثلاثة، وفي اثنين هناك كمان او ثلاثة. ادي ست لاعبين واقفين في اتجاه واحد وباصين للكرة بس، مش رايحين للناحية التانية. ومش لعبة، ممكن تكون مثلا لعبة في ماتش واحد حصل سهوة كده من مدافعين، لكن دي لعبة بتتكرر وده اللي هنبينه. بس لما نكمل الإعادة برضه اتفضل كمل. كمل يا أستاذ سمير. بص الإعادة وضحت قوي. بص هو ده اللي عليه السبوت الأخضر، وقف ثانية واحدة. بص واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، الفرقة كلها وهو بيتسحب من وسطهم وهم مش شايفينه اصلا. لا يعني بص سبع لاعبين، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ودي سبعة، يعني انا اقصد سبعة ناحية اليمين. سبعة ناحية، وهنا في ثلاثة ثغرة كبيرة وثلاثة الفرقة كلها. وده وسايبينه عادي بيرفع وجون من وسطهم. تمام. إذن في مشكلة واضحة في عمق الملعب، وده برضو بيأكد ان الاثنين الارتكاز بيعانوا عندهم المشكلة اللي هي الزون 14 اللي انا قلت لحضرتك عليها، المنطقة دي ال 14. أيوة. اللي هي في الحتة دي بالظبط ديت محمد مجدي قفشه يقدر يسدد من خلالها ويقدر يقطع من ورا المهاجم، اللي هو الجزء اللي من خلف المدافعين دول لغايه الحته دي، لغايه هنا الحته دي كلها. تمام. تقدر تكمل، لازم يكون في زياده عدديه من عندنا. لازم ليه؟ عشان تقدر تستغل المساحات الموجوده ما بين قلبين الدفاع. نكمل يا استاذ سمير. بص أيوة. حضرتك الفجوه هي دي، الجزء هو الجزء دي الحته اللي حضرتك بتتكلم عليها بالظبط، ده اللي احنا بنتكلم عنه. بص كمل اهو. بص اخترق من وسط هدف الملعب. سهل يعني. دي الحالة الأولى اللي معانا اللي بتبين المشاكل العمق الدفاع أو مشاكل التمركز الدفاع عندهم. نجيب الحالة الثانية، نفس المشكلة طبعا، دي الفجوة الموجودة ناحية ورا المساحة اللي ورا الباك اليمين وهي بيتكلم فيها كريم. بيرفع بص وقف شايف نفس المشكلة، المساحة الموجودة ما بين الايه الاثنين المساكين. بص المسافة ما بينهم احنا حاسبينها 6 متر. مسافة ما بينهم ايه المسافة؟ ادي المهاجم بيطلع. كمل دايما المهاجم بتلاقيه ما بين الاثنين الاسمين، ما بين الحته دي بالذات اهي بيكمل. رغم ان هم اسماء، ولكن مهم جدا ان المهاجم عندنا يقطع في المساحه الموجوده. ادي لو محمد شريف مثلا هيفتح على كهربا او طاهر اهو، هيفتح هناك بيسحب معاه المدافع وبيسيب مساحه ورا المساكين. لازم اكون ذكي، ولازم اكون عارف ايه الثغره الموجوده عندهم، انزل اخد معاه المدافع واسرقه واسيب مساحه وراه. هم يتفرجوا على الفيديوهات دي على التحليل ده. اتفضل كمل. لازم ده محمد شريف، سواء عشان كده بشوف ان ولتر بوالي هيبقى له دور مهم قوي. أيوه. في الماتش ده هنتكلم بقى في الاهلي بعد ما نخلص النقط دي. في المساحه الموجوده ما بين الاثنين المساكين دي، ادي الايه الحاله الثانيه اللي بتبين، يعني مش مجرد نفس سهوه في ماتش واحد بالظبط كده. يعني ممكن يقول لك اللي يشوفها يقول لك ده سهوه في ماتش، لا بتتكرر. تمام. ده داخل فيهم 3 اهداف في اخر من 10 اهداف بنفس الشكل ده. نكمل الحاله الثالثه. دي المساحات برضه هم عندهم مشكلة في المساحة، دايما في مساحات كبيرة. ليه؟ لأن المدرب بتاعهم بيفتح الملعب، دايما بيبقى في مساحات في ظهرهم. عشان كده زي ما قلت لحضرتك هو مدرب ريسكي، يكسب يخسر، فبيبقى في مساحات كتيرة وراه. طبعا اتلعب سهل جدا إنه يتضربوا بتمرير طولي، كذلك برضه أي تمريرة طولية من السلية من قفشة للمهاجم. عشان كده المهاجم اللي عنده سرعات هيفيد فرقة النادي الأهلي جدا. سواء محمد شريف، سواء ولتر بواليا، سواء كهربا، سواء طاهر محمد طاهر، هيفيد الحتة دي. ليه؟ لان هم عندهم مساحات ورا كتير، لان هم بيلعبوا جيم مفتوح دايما. بص افتح كمل يا استاذ سمير.
ادي الفجوه الموجوده او المساحه الموجوده في ظهر المدافعين، عندهم مشكله واضحه. اذا تركيزك الرئيسي والاساسي على الفجوه المتواجده ما بين الاثنين الاستمرارات في عمق الدفاع، في عمق الدفاع والمساحات الموجوده، عندهم دايما مساحات، والمشكله كمان في الزون 14. ليه؟ لان الاثنين الجناحين الزون 14 لان يعني الزون 14 هي المنطقه ال 14 الموجوده. كمل كده يا استاذ سمير، كمل تكمل اللعبه. هي الحته دي بس، وقف، هي الحته دي بالظبط، ده الزون 14 قدام الملعب، قدام ال 18 قدام ال 18 دي الحته دي اسمها عمق الملعب. بتبقى الحته دي فاضيه، بتبقى دي فاضيه عندهم. ليه؟ لان كله بيبقى متقدم وسايبها، وبالتالي بيبقى في مساحات وراهم تقدر ان انت تستغلها. هنا المهاجم السريع هيزعجهم، اي مهاجم سريع هيعمل لهم مشاكل. تمام. ليه؟ لان الفرقه دي كمان بتلعب دفاع متقدم، تقدر محمد شريف، يقدر اي حد لعيب سريع يقدر يسبب مشاكل. نكمل برضو الحاله اللي بعدها. طيب الحاله اللي بعد كده دي مشكله الضربات الركنيه عندهم. أوكي. عندهم مشكله، نفس المشكله، التمركز في الكرات العرضيه بقى، سواء دي ضربه ركنيه او ضربه، الضربات الركنيه انا تحس ان هم كتير برضو موجودين. احنا ممكن على فكره نلعب جيم دفاعي وتكسب بضربه ركنيه في الماتشات اللي زي طبعاً. كان مانويل جوزيه بيعمل مع حضرتك كده ومع الفرقه، ان هو كان بيوقف بيدافع وبيلعب على ضربه ثابته من خلال مثلا ابو تريكه في ضربه ثابته، من خلال عرضيه من طارق السعيد لفلافيو او عماد متعب راسيه. كان هي ماتشات كاس العالم بتتلعب كده، وساعات كان اسلام برضو بيعمل وطبعا عرضيه لعماد متعب يعني. تمام. يعني نفس الكلام ده. بص حضرتك يعني كمل، بص ثانيه واحده بص هتلاقي المدافع اللي ماسك الراجل اللي ورا ده اللي هو يعني بص هات مش باصص هنا. مش باصص للكوره وسايب. هو دايما المهاجم. في الحالات اللي زي دي انا لازم اخد يعني انا معلش هشرحها، لازم يبقى ده لو ده المهاجم لازم يبقى ده معايا في صدري كده، يبقى هو ده اللي واقف في صدري كده علشان انا اتحرك بيه يمين او شمال. دي في مباراه السد يعني. بص حضرتك هو واقف سايبه، لما يبقى مهاجم طويل القامه كده لما انا مبقاش ماسكه ده دليل. حتى مش باصص له يعني، بص هنا حتى مش باصص له، هو جاي من وراه. ده دخل فيهم اهداف كتير جدا من ضربات ركنيه. عندهم مشكله في الكرات العرضيه، سواء ضربات ثابته سواء ضربات ركنيه او كرات متحركه. تمام. عشان كده بقول لحضرتك التفاصيل الصغيره اللي هتفرق، زي لعبه في ضربه ركنيه ممكن زي ما عملنا في ماتش نهائي دوري ابطال افريقيا، الكره اللي اتلعبت وعملنا الحصان اللي هو كان موجود وعمرو السوليه جرى ولعبها في نادي الزمالك، تقدر تطبقها هنا. تمام. تقدر ان انت تستغل الضربات الركنيه. اذا عمق الدفاع والضربات الثابته تمام، هي اهم ثغرات، نقطه ضعف عندهم. عمق الدفاع، المساحات الموجوده في عمق الدفاع، المساحات الموجوده ما بين قلبين الدفاع، كذلك الضربات الركنيه، التمركز في الكرات العرضيه سواء اللعبه المتحركه او الضربات الركنيه او الضربات الثابته. اشكرك دكتور احمد.